ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عايزين نتكلم مع بعض عن الديفينيت اند انديفينيت ارتكلز اللي هي ادوات التعريف والتنكير في الانجليش. طيب خلينا الاول نعرف ايه الفرق ما بين التنكير والتعريف. التنكير ان انا بتكلم عن اي اسم بصفه عامه من غير ما احدد له اي وصف. فور اكزامبل، مثلا بقول ابل، تفاحه، باج، شنطه. انا هنا اتكلمت عن الاسماء دي من غير ما احدد ليها اي وصف، اتكلمت عليهم بصفة عامة. غير بقى لما اجي اقول ايه، the apple which I ate yesterday was very tasty، يعني التفاحة اللي انا اكلتها امبارح كان طعمها حلو جدا. انا هنا ذكرت تفاحة معينة وحددت لها وصف معين. طيب النهاردة هناخد مع بعض الـ indefinite articles اللي هي ادوات التنكير في الانجليش. ادوات التنكير في الانجليش هم حاجتين، a و an. امتى بنستخدم a وامتى بنستخدم an؟ الحروف في الانجليش نوعين، نوع اسمه constant letters اللي هي الحروف الساكنة، ونوع تاني اسمه الفاولز اللي هي الحروف المتحركة. الحروف المتحركة اللي هي الفاولز في الانجليش هم 5 حروف، ودول بنستخدم لهم an. غير كده الكلمة لو ابتدت بأي حرف تاني غير الخمسة دول بنستخدم لها a. طيب ايه هم الفاولز؟ هم a e i o u، تاني a e i O U. وزمان وانا صغيرة كنت بحفظهم بطريقة لطيفة كده كأنهم سونج، أغنية، كنت بفضل كل شوية أقول A E I O U، تاني A E I O U. الطريقة دي بصراحة ساعدتني جدا وسهلت عليا حفظه. فزي ما اتفقنا ان احنا الخمس حروف دول الفاولز دول اللي هم بياخدوا آن، واي حرف تاني هياخد A. تعالوا بقى نشوف مع بعض. احنا هنا كنا بنقول الـ indefinite article A، تمام، بتيجي مع الـ constants اللي هي الحروف الساكنة. هندي example A bag، A cat، شنطة وقطة. هنا letter B و letter C دي من الحروف الساكنة. دايما برضو A بتيجي مع الـ professions اللي هي المهن. For example he is a doctor، هو بيشتغل دكتور. نيجي بقى هنا عند الـ indefinite article an اللي هي زي ما قلنا بتيجي مع الـ vowels. ايه هما الـ vowels؟ A E I O U دي الحروف المتحركة في الإنجليش. هندي example هنا بنقول an apple، تفاحة، an idea، فكرة، تمام. عندنا هنا بنقول an umbrella اللي هي الشمسية، an egg بيضة، أوكي. وعندنا an octopus اللي هو الأخطبوط. طيب في بقى notes مهمة جدا عايزين ناخد بالنا منها. أول note هنا أنا قلت إيه، an hour ساعة، أو an honest man يعني رجل صادق. طيب أنا ليه هنا برغم إن الاتش مش من حروف الفاولز حطينا an؟ simply علشان الاتش هنا اتنطقت silent. يعني إيه silent؟ يعني ما جيناش قلنا an hour أو an honest، لا إحنا قلنا an hour ساعة، an honest أو. فهنا لما جينا نطقنا اتعملنا كأننا يعني بننطق حرف من حروف الفاولز، ودي من الحالات الإكسبشن اللي بنستخدم فيها an، تمام. نيجي بقى نشوف بقية الإكزامبلز برضو. عندنا بقى uncountable nouns اللي هي الأسماء التي لا تعد، لا بحط معاها لا A ولا an. زي مثلا sugar، تمام، اللي هو السكر، rice اللي هو الرز. حاجة تانية برضو ما بنستخدمش فيها أدوات التنكير زي مثلا الأشهر، كلمة month أو day اللي هو اليوم. الشهور والأيام عامة ما بنستخدمش فيهم أدوات التنكير زي ما احنا شايفين هنا April شهر إبريل، أو Sunday يوم الحد، تمام. كده النهاردة احنا خدنا مع بعض الـ indefinite articles اللي هي أدوات التنكير في اللغة، وزي ما قلنا اللي هما A و an. الفيديو جاي إن شاء الله هناخد فيه مع بعض الـ definite article اللي هي أداة التعريف في الإنجليش. هنعرف إيه هي وإيه استخداماتها. أوكي، وما تنسوش تعملوا like and subscribe to follow for more new videos عشان تجيلكوا كل الفيديوز. See you soon إن شاء الله. باي.